محمد الشيخ، يعني مثلث كورنادو ورومارينيو ونياكاتيه سيحلون الإشكالية التي كانت في الاتحاد في السنوات الماضية والتي كان ينادي بها جمهور الاتحاد، أن عندنا مشكلة في الثلث الهجومي. قيمة استقطاب نيكاتي تكمن في أمرين. الأول أن الاتحاد بحاجة إلى مهاجم بعد بروغوفيتش، والمستوى السيء والمتواضع اللي قدمه مع الاتحاد والفراغ اللي خلفه رحيل بريغوفيتش، اعتقد من المسلمات ان يحتاج المهاجم. الثاني، الاتحاد لا يحتاج الى اي مغامره جديده، ان اتي بلاعب لا اعرف او لاعب قد اعرف في نادي ثاني ولكن لا، يعني قد لا يتاقلم مع الدوري السعودي، لا يتاقلم مع تواجده في المملكه، وبالتالي ان يتم التعاقد مع لاعب بقيمه يوسف نياكاتي وايضا موجود في جده وايضا مبدع كان في موسمين مع نادي الوحده، رغم ان امكانات نادي الوحده وان كانت تغيرت ما بين موسمين، لكن ظل نياكاتي يقدم ذات المستوى وذات الحضور رغم تاخر الوحده وهبوطه، الا انه كان ظل قيمه فنيه ثابته، وبالتالي هذه يعني جانبين مهمين في التعاقد مع نياكاتي. تسألني وجود كورنادو ورومارينيو وأيضا نياكاتي سيرفع القيمة الفنية لنادي الاتحاد، هذا من المسلمات وطبيعي جدا. ما أخشى عليه في نادي الاتحاد أنه أوجد حل في مسألة العمر. كان رومارينيو يعاني سواء حينما كان يلعب بتسعة ونص أنه لا يوجد من يغذي اللاعب، وأيضا حينما يلعب مهاجم لا يوجد من يوصل للكرة. اليوم لا، هذا الخط مكتمل تماما. ما أخشى على الاتحاد هو عدم وجود أطراف مع هبوط مستوى فهد مولد والأحداث الأخيرة في علاقة فهد مولد بنادي. لا أعتقد أنا شخصيا في دوري بهذه القيمة وبهذه المستويات أن مثلا عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي قادرين على أن يعني يسجلان الإضافة الكبرى بالنسبة لفريق يبحث عن بطولة الدوري. دائما أنا أقول كل خانة ينبغي للفريق الذي يرغب أن ينافس على بطولة الدوري أن يكون اللاعب المحلي في مستوى الأجنبي أو على الأقل قريب منه، وهذا دائما أنا وهذا واقع. النموذج الهلال والنصر، اللاعب المحلي لا أقول بقيمة الأجنبي باعتبار أن القيمة الأجنبية في الفريقين كبيرة جدا، ولكن لا تجعلك تفكر في لاعب أجنبي. أضربك مثال الآن، محمد الكويكبي في الاتفاق، إصرار الاتفاق وبقوة للتجديد مع الكويكبي وبالعقد الأعلى لأي لاعب في الاتفاق هو لأنه يريد أن لا يتعاقد في هذه الخانة ملاعب أجنبي وهو مركز الطرف، وهذا ما أخشى عليه في الاتحاد أن لا يوجد لديه أطراف، خصوصا ان نياكاتي يحتاج لمن يغذيه من كل الجهات، لانه مثل ما قال ايضا سلطان لاعب مساحات ويتحرك مع تحرك كل الخطوط.